السلام عليكم. مع بدء اجتياح رفح من قبل الجيش الإسرائيلي، الفصائل العراقية قامت بمهاجمة عمق إسرائيل بالطائرات المفخخة، ونفذت هذا الهجوم ليلة يوم أمس. العديد من المصادر قد تحدثت عن هذا الهجوم، مثل الجيروزلم بوست، وكالة الأناضول، وكذلك أيضا وكالة تسنيم الإيرانية. وظهرت المنظومات الدفاعية الموجودة في إيلات وهي تتصدى لإحدى الطائرات المسيرة التي كانت قريبة للغاية من إيلات، ويبدو بأننا أكثر أمام أكثر من صاروخ، خاصة وأن عملية التصوير عادة تبدأ بعد انطلاق صاروخ أو صاروخين، وبعدها يأتي الصاروخ الثالث بهذا الشكل. وبالتالي هنالك تصدي على ما يبدو لعدد من الطائرات المسيرة. وصدر بيان من قبل المقاومة الإسلامية العراقية لتتحدث يوم أمس عن هذا الاستهداف، وأكدت بأن الهجوم كان قد استخدم بواسطة أو تم بواسطة الطيران المسير، وكان متجها باتجاه إيلات. وعادة المقاومة الإسلامية في العراق تطلق عملياتها من العراق أو من سوريا، لكن هذه المصادر كلها تتحدث بأن الهجوم كان قادما من الشرق، كان قادما من العراق. هذا ما أشارت له هذه المصادر، وأن الهجوم كان بهذه الطريقة باتجاه مدينة إيلات. وطبعا إذا ما عدنا إلى هذه الصورة لعملية الإطلاق للدفاعات الخاصة بالجانب الإسرائيلي في إيلات، ستلاحظ هنا من ناحية الإضاءة والإنارة في جهة إيلات بأننا على ما يبدو وواضح جدا نحن أمام من شكل الإنارة أمام ميناء هنا، وكذلك يبدو أيضا من شكل الإضاءة هنا بأننا أمام ميناء آخر. وفي الجهة المقابلة هي العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، تلاحظ بأن هنالك أيضا مساكنا أو فنادقا من ناحية الإضاءة، طبعا بمسافة تأتي أيضا مساكن أخرى. وبالتالي الصاروخ قد انطلق من هذه النقطة تحديدا، ولنتجه الآن بالقمر الصناعي إلى مدينة إيلات التي تتعرض إلى الكثير من الضغط والهجمات كانت من الفصائل العراقية أو من جماعة الحوثي في اليمن. هذه هي إيلات، المقطع أو اللقطة الوحيدة التي تتفق مع هذه الصورة ومع تحديد هذا الموقع هي هذه النقطة. ستلاحظ هنا طبعا المساكن أو الإضاءة قادمة من هنا، وبمسافة أيضا تأتي النقطة الأخرى بهذا الاتجاه من عملية الإضاءة أو المساكن. وكذلك تلاحظ هنا فعلا نحن أمام ميناء، وهذا هو ميناء إيلات، وهو ميناء مدني بحت. أما الميناء الآخر هو ميناء تابع للبحرية الإسرائيلية، مما يرشح فعلا أن الصورة تتطابق مع ما رأيناه هنا، وبأن النقطة الدفاعية أو الصاروخ قد انطلق من هذا الميناء تحديدا التابع للبحرية الإسرائيلية ليقوم بعملية التصدي لهذه الطائرات المسيرة. وإذا ما اقتربنا من هذا الميناء التابع للبحرية الإسرائيلية، ستلاحظ بأننا أمام فرقاطات ليست بالعادية لإسرائيل، هي فرقاطة ساعر الإسرائيلية، فرقاطة ساعر السادسة طبعا رقم 6. وهذه المنطقة بشكل مثير، بداية الشهر الماضي هاجمتها الفصائل العراقية بالطائرات المسيرة، وكانت على وشك من إصابة إحدى الفرقاطات الإسرائيلية، ولكن الطائرة المسيرة في نهاية المطاف لم تتمكن من إصابة الفرقاطة وأصابت هذا المبنى وضربت هذه النقطة. ويبدو أن الدفاعات والتشويش قد عملت في اللحظة الأخيرة من أجل التشويش على الطائرة المسيرة لتبتعد عن هدفها، ولكنها كانت قريبة وقريبة للغاية من ضرب إحدى الفرقاطات الموجودة في هذه المنطقة. وهذه هي صورة حية لطبيعة الضربة التي جرت في الأول من أبريل الماضي بالطائرة المسيرة. لاحظ بأنها قريبة من نقاط تواجد الفرقاطات الإسرائيلية أو فرقاطة ساعر 6 كما تلاحظ. وهذه كانت هي الصورة الأولى واللقطات الأولى لعملية الاستهداف كما تلاحظون. وهنا من المقطع ستلاحظ بأننا أمام فرقاطة ساعر 6، كانت على وشك أن تصيبها الفصائل العراقية بهذه الطائرة المسيرة، وفي حينها أصدروا بيانا طبعا وتحدثوا بأنهم هاجموا نقطة حيوية في إسرائيل، وكانت هذه واحدة من أخطر الهجمات التي تنفذها هذه الفصائل العراقية. بالتالي يبدو بأن الفصائل تحاول مرة أخرى وبشكل مكثف ومستمر لإصابة واحدة من هذه الفرقاطات لأسباب استراتيجية بحتة بالنسبة للفصائل. طبعا هي تبحث عن الضغط، ولكن واضح جدا أيضا بأنها تبحث عن تحقيق شيء كبير من هذه الإصابات. طبعا الفصائل تستغل المساحات
المفتوحة وتقوم بتحقيق الهجمات بهذا الشكل على ما يبدو بما أنها قادمة من الشرق بحسب هذه المصادر، وتحاول من إصابة واحدة من أربع فرقاطات من فرقاطات ساعر 6 التي تعمل بشكل مكثف في البحر الأحمر في هذه المنطقة للتصدي إلى أي هجمات قادمة من جماعة الحوثي. إصابة إحدى هذه الفرقاطات طبعا ستعتبر نوع من الإضعاف للدفاعات الإسرائيلية الموجودة هنا، وستساعد جماعة الحوثي في تحقيق المزيد من الهجمات الفعالة في الداخل الإسرائيلي. ولا بد من الانتباه هنا أن هنالك أهدافا أخرى مهمة موجودة في إيلات مثل المستودعات النفطية، هنا مستودع نفطي وهنا مستودع نفطي، من الممكن أيضا أن تكون أهدافا حيوية بالنسبة لجماعة الحوثي أو الفصائل العراقية لزيادة الضغط. مثل هذا الضغط طبعا يبعد أي عملية ملاحة باتجاه ميناء إيلات، وأيضا واحدة من النقاط المهمة التي تحاول الفصائل العراقية من استهدافها في الآونة الأخيرة هي هذه القاعدة الجوية التي تأتي إلى شمال إيلات بشكل مستمر. لاحظ هنا بأن كان هنالك بيانا في اليومين الماضيين أكد بأن هنالك هجوما على إحدى القواعد الجوية العسكرية كما وصفها هذا البيان الخاص بالمقاومة الإسلامية في العراق باتجاه إيلات. وأيضا في نفس الوقت قبلها بيوم في 5 مايو أيضا كان هنالك وكانت هنالك لقطات مصورة من الفصائل العراقية وهي تطلق إحدى الطائرات المسيرة باتجاه نفس هذه القاعدة. ضغط عالي للغاية من قبل الفصائل العراقية لا يأتي فقط للضغط على إسرائيل، لا بل إنها تعي الآن مع بدء اجتياح رفح من قبل الجيش الإسرائيلي هذه المسألة وضعت إسرائيل تحت الضغط الآن. ومن من أهم حليف لإسرائيل ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية. والا نيوز قد تحدثت اليوم، والا نيوز العبرية أكدت عن طريق مسؤول أمريكي بأن إدارة بايدن اتخذت قرارا بإيقاف إرسال شحنة من الأسلحة لإسرائيل في اعتراض من الولايات المتحدة الأمريكية على قيام إسرائيل باجتياح رفح دون الذهاب إلى أي اتفاق أو إلى أي صفقة. وويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اليوم وصل إلى تل أبيب، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولكن على الرغم من كل هذا الضغط، على الرغم من كل هذه الظروف، إلا أن إسرائيل مستمرة في عملية التقدم باتجاه رفح، ومرشح تماما أن توسع من عملياتها في داخل رفح. وهذه مسألة تعني ببساطة بأن الأمور قد تتصاعد بشكل أكبر إن كانت من الفصائل العراقية أو جماعة الحوثي أو حتى حزب الله اللبناني. في اليومين الماضيين إسرائيل بدأت بالتقدم باتجاه رفح عن طريق طبعا وقادت هذه العملية القوة الضاربة الأهم بالنسبة للقيادة الجنوبية الإسرائيلية ألا وهي الفرقة 162 التي أطلقت لواءين باتجاه رفح، وهو اللواء 401 المدرع الذي تقدم وسيطر على معبر رفح، وكذلك أيضا اللواء 84 وهو لواء مشاة تقدم أيضا باتجاه البيوك هنا في رفح وتمركز في هذه النقطة تقريبا. وبدأت المصادر الإسرائيلية تتحدث بأن هنالك لواء آخر وهو لواء نحالة تابع للفرقة 162 لنفس الفرقة سيشترك في هذه المعركة، وهذا اللواء قد تم سحبه في الأسبوعين الماضيين من وسط قطاع غزة واستبدل بلواءين آخرين، وذلك من أجل إعداده لهذه المعركة تحديدا. وهذا اللواء مرشح أن يكون يوم غد هو يوم دخول لواء نحال وهو لواء مشاة إلى أرض هذه المعركة، وبالتالي هذا يوضح أن إسرائيل تريد توسيع هذه المنطقة وتوسيع المعركة والعمليات في رفح، وكذلك أنها تبحث عن عملية تطهير المنطقة. ألوية المشاة هي تعتبر ألوية مهمة للغاية في مسألة تطهير المناطق وكذلك في مسألة حرب الشوارع أو حرب العصابات، وهو بالضبط الأمر الذي تواجهه مع الفصائل الفلسطينية. هنالك كتيبة الآن تواجههم بشكل عنيف وبدأت تتصاعد وتيرة الاشتباكات مع هذه الكتيبة وكتيبتين أخرى أيضا في الخلف تحمي الوسط والمنطقة الشرقية بهذا الاتجاه، وكذلك أيضا هنالك كتيبة أخرى أيضا باتجاه الشمالية الذي نراه هناك، وهذا اللواء وهذه الكتيبة هي تعمل على سد أي ثغرات ممكن أن تحدث أو أن تأتي من البحر ومن البحر المتوسط. والجانب الإسرائيلي يحاول وينفذ عمليات قصف كبيرة على الشوكة وكذلك على البيوك، وذلك من أجل غرض استراتيجي كبير بالنسبة للجيش الإسرائيلي. لاحظ هنا صور واضحة من الأقمار الصناعية هنا باللون الأزرق توضح لك كيف تغيرت الأمور من 28 أبريل حتى يوم أمس، حتى 24 ساعة الماضية تلاحظ باللون الأزرق
الأزرق هي المتغيرات، هنا انفجارات باتجاه الشوكة، وهذه النقاط أيضا كانت فيها انفجارات، هذا بسبب الطريق الذي تحرك منه اللواء 84 ووصل إلى هذه المنطقة. طبعا ولاحظ هنا الانفجارات الكبيرة التي طالت هذه المنطقة، محاولة لتهيئة الأرض للتقدم بالنسبة للجانب الإسرائيلي بشكل أكبر. وهذه الانفجارات هنا في هذه المنطقة كانت هنالك صور موضحة أوضح من قبل شركة بلانت للأقمار الصناعية توضح لك أن الضربات هي ضربات سجادية بحتة تضرب بقوة كبيرة للغاية، وهذه النقطة تحديدا كانت قد تم تصويرها من قبل أحد الناشطين الموجودين في قطاع غزة من شارع صلاح الدين، وهو الناشط حمزة المصري الذي صور هذه المنطقة وهذه النقطة. ولاحظ كيف هو الانفجار، ضربة هائلة للغاية طبعا من قبل الجانب الإسرائيلي، وهذه ضربات أيضا تأتي باتجاه منطقة أخرى، وهذه نقاط أخرى كلها شرقية خاصة بالنسبة للجانب أو في رفح، وهذه يوم أمس كلها، وبالتالي ضربات عنيفة للغاية تبحث إسرائيل من خلالها على تحقيق شيء كبير. أيضا التمركز بالنسبة للواء 84 ظهر في هذه النقاط التي ترونها هنا كما وثقتها شركة بلانت، وهي تأتي باتجاه شارع صلاح الدين. أي باختصار إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة قليلا لنرى كيف تتوزع القوات الإسرائيلية من خلال كل هذه التفاصيل التي تحدثنا عنها، كما تحدثنا اللواء 401 أصبح هنا وهو أيضا لديه تواجد في هذه النقطة تقريبا، وكذلك اللواء 84 كما لاحظنا هو متمركز أيضا هنا بحسب الصور القادمة من شركة بلانت، وبالتالي النقاط التي تضرب هي في الشوكة، هي في البيوك هنا، والهدف بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو الوصول إلى هذا الشارع وهو شارع صلاح الدين. وشارع صلاح الدين يفتح أبوابا مهمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، يفتح له الباب للبدء باقتحام رفح، وذلك من خلال استغلال هذا الطريق وهو طريق الإيمان وطريق الرباط وطريق العروبة، وهذا كله يعتبر طريق العروبة، وبالتالي بالنسبة لإسرائيل هنا تبحث عن عملية السيطرة على هذا الشارع من خلال كل هذه العمليات التي نتحدث عنها، ومن ثم التقدم عبر شارع الإيمان وكذلك شارع الرباط وأيضا شارع العروبة هنا، وعلى هذا الأساس سيسيطرون يفرضون سيطرتهم على هذا الشارع بالكامل، ويفتح لهم الباب للدخول بشكل أكبر في عمق مدينة رفح. ولكن مثل هذا التقدم أيضا يفتح الباب للواء 401 للاستمرار بالتقدم باتجاه محور فيلادلفيا، يعطيه الغطاء التام للتحرك وتأمين محور فيلادلفيا بالكامل باتجاه البحر المتوسط، وبالتالي مسألة استراتيجية كبيرة للغاية. ولكن أيضا في نفس الوقت أن الكتائب الفلسطينية هنا وكتائب حركة حماس حاضرة وبقوة، وهي تصعد من وتيرة الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، كما تحدثنا هنالك كتيبتين أيضا تدعمان هذه الكتيبة المتقدمة، وبالتالي هذه المعركة ستكون معركة صعبة على الألوية الإسرائيلية، وهذا يأتي وهذا هو سبب دخول والدخول القادم للواء نحال للمشاة لكي يساند اللواء 84 للدخول لهذه المنطقة والبدء بعمليات الاشتباك من أجل القيام بعمليات التطهير لهذه المنطقة، مع القصف، مع الإمكانيات، مع الدرونات، مع التكنولوجيا العالية، ومع قد تكون هنالك مشاركة من القوات الخاصة السبيشال فورسز. بالتالي نلاحظ هنا تماما من كل التحركات العسكرية أن الجانب الإسرائيلي لا يهدف إلا لشيء واحد، هو الاستمرار بالمعركة في رفح وعدم التوقف رغم كل الظروف الإقليمية الجارية في المنطقة بشكل عام.